كل يوم انا عايش ليه، مش هتنازل مش هفاصل غير لما اوصل ليه. هو ده حلمي، الناس هتقول لي ده مستحيل، حلمي بعيد مشوار طويل. احط ايدي على وداني، احط ايدي على وداني، اتحرك مش هفضل مكاني، اتحرك مش هفضل مكاني، لحد ما اوصل ليه، لحد ما اوصل ليه. هو ده حلمي انا ماسك فيه، في كل يوم انا عايش ليه. مش هتنازل مش هفاصل غير لما اوصل ليه. هو ده حلمي. يعني مش عايز تساعدني؟ ارجع افكرك تاني، سبورتك السودا مليانه. طيب يا حلمي مش عايزه منك حاجه، خليك في سبورتك السودا دي واكتب عليها اللي انت عايزه. الواحد المفروض يعمل سبوره سودا لكل الناس اللي حواليه عشان ما يوجعوش دماغه ويطلبوا منه طلبات. ده انا حتى عايز اعمل واحده للواد ماريو فاشل، كل الناس تعمل لها سبوره سودا ما عدا النجم حبيبي سامح حسام. انا مش عارف اقولك ايه، امتى هتعقل وتكبر انا مش عارف. حتى اختك مش عايز تساعدها، لولا ساتر ربنا كان زمان اختك في المستشفى. ما هو اصل يا بابا. بابا ايه وبتاع ايه؟ ثم الكلام الفارغ اللي انت كاتبه ده اتفضل امسحه، انا نازل رايح الشغل. واعمل حسابك ان عمتك جايه تزورنا النهارده. عمتي؟ ايه ده يا ولد ده؟ اقصد عمتي جايه. يا ابني امتى هتعقل وتتحمل المسؤوليه؟ اللي انت بتعمله ده مش كويس، مامتك مسافرة وأنا عندي شغل، أختك عندها درس مزيكا. أرجوك 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 يا حلمي ما تكسفنيش. ماشي، بس أنا هروح لبيت جده. وإيه حكاية بيت جده دي بقى؟ ما أنت زمان كنت بتخاف تروح عند جدك، النهاردة كل يوم رايح جاي رايح جاي. أبدا، الحكاية كلها أني بقرأ شوية كتب. ومن إمتى بتحب القراية؟ ثم ما تجيب الكتب وتقراها هنا، إيه اللي بيقعدك هناك لوحدك؟ أصل أنا مش ببقى لوحدي. إيه؟ مين بيبقى معاك هناك يا ولد؟ مش قصدي حاجة، قصدي إن أنا ببقى برفقة الكتب. آه رفقة الكتب. طب اتفضل حضرتك روح وما تتأخرش عشان تبقى موجود هنا في استقبال عمتك. ما ينفعش نكرتها، نقول لها جالنا زلزال أو موتنا. إيه ده يا ولد ده؟ حاضر هستقبلها. رغم كل نصايحهم الفاشلة ليا، مش عارف إيه بيحببني أجي هنا. حلت جدتي؟ ياما جدي قال إنها كانت بتطبخ أكل حلو أوي. بس اكيد مش احلى من الاكل بتاعي. يا جماله يا جماله، يا حركاته يا تكاته يا اسطواناته. طباخ حلو، شخصيه الطباخ دي. طباخ راعي الفاظك يا خينا. وهي طباخ شتيمه؟ لا بس انا شيف. ماشي يا عم ولا تزعل نفسك، شيف مش طباخ. شكرا لذوقك ومكافاه ليك، اعمل لك صينيه بسبوسه وصينيه جلاش. ايه يا باشا، في صينيه كده بطاطس باللحمه ولا فراخ على الشوايه؟ لا انا تخصص حلويات وبس. يعني طباخ حلويات بس؟ ما قلنا شيف بقى. طب ما ينفعش تختفي وتجيب لي واحد بتاع لحمه وفراخ، اصل الواحد جعان الصراحه، والبسبوسه والكيك ده ما بيقضيش معايا مصلحه. كده يا واد يا حلمي. هعمل ايه دلوقتي؟ طب انا هرن على الجيران، ما انا لو نزلت مش هقدر اطلع تاني. شكلك مش بتحب عمتك خالص. طب انت عفريت ودايس، عمرك شفت حد بيحب عمته؟ يعني بص انا بكره كل الضيوف وبالذات عمتي دي، اول ما بسمع منها ازيك يا حلمي الدنيا بتسود معايا. حلك عندي. ما كلهم بيقولوا كده وبتبقى اسوأ اكتر. لا لو سمعت الكلام هتتسائل حياتك وكله هيبقى تمام. الله يبارك لك، مش ناقصه شعر. بص انا لما عمتي بتيجي الدنيا بتقفل في وشي. اسمع الكلام، هتتسائل حياتك وكله هيبقى تمام. طب ما تقولي خطتك. ام علي بقى كده انا تسيبوني واقفه بره ومحدش يستناني؟ معلش يا عمتي انا اسفه،
طب انت وابوك قال ان انت عندك حصه موسيقى، لكن البي حلمي مش المفروض كان يجي يستقبلني؟ انا مش عارفه هو اتاخر كل ده ليه. طبعا لازم يتاخر عشان يحرق لي دمي عشان امشي. انا مش عارفه لولا ذوق الشاب الصغير جاركم ده انا كنت عملت ايه. مساء الفل. فل بقى كده يا واد يا حلمي تلطعني. ما تزعليش نفسك انا هصالحك. هتصالحني بقى ازاي؟ هعمل لكم معالي. هو انت بتعرف تعملها اصلا؟ مش اي ام علي، ده ام علي على طريقه الشيف حلمي. حلمي بقى طباخ. لا شيف مش طباخ. مش هتفرق. تفرق كتير يا عمته. قلبي مش مطمن. دايما ظلماني. ده انا هخليكي تاكلي صوابعك وراها. وصلتنا قصص نجاح كتير، لكن من بين كل القصص اخترنا أقوى قصة علشان تكون أولى حلقات برنامجكم عنوان بيت. بكرة هقول لكم على عنوانه، وبعد بكرة هنزيع أولى حلقات برنامجكم عنوان بيتنا من عنده. وفي الختام أحلى سلام من سامح حسام. مستنينكم في برنامجكم عنوان بيتنا. هنيجي لحد عندك. يا بخت اللي هيصور اول حلقه مع سامح حسام. انا اكيد هكون ضيفه في حلقه. انا قصه نجاحي جاهزه وبالصور. يا ابني انت حطيت ايه لعمتك في ام علي دي؟ عشان مره تروح الحمام. مش عارف، بس هو قال لي لو سمعت الكلام هتتسائل حياتك وتبقى كلها تمام. هو مين ده اللي قال لك؟ مالكيش دعوه، بس واضح ان مش حياتي هي اللي هتتسهل. ده واضح ان عمتك هي اللي جالها اسهال شديد. ايه ده؟ مين اللي بيخبط ده؟ ابوك قبضوا عليهم متهمين في جريمة قتل. جريمة قتل؟ هو ده حلمي وانا ماسك فيه، في كل يوم انا عايش ليه. مش هتنازل مش هفاصل غير لما اوصل ليه. هو ده حلمي الناس هتقول لي ده مستحيل. حلمي بعيد مشوار طويل. احط ايدي على وداني، احط ايدي على وداني، حرك مش هفضل مكاني، حرك مش هفضل مكاني، لحد ما اوصل لي، لحد ما اوصل لي. هو ده حلمي انا ماسك فيه، في كل يوم انا عايش لي. مش هتنازل مش هفاصل غير لما اوصل لي. ده حلمي.